بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نحاور فيه فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث عن الجهاد المدني وذكرنا عددا من أنواعه، جهاد التعليمي والصحي والبيئي، ولكن ما هي الآليات التي ترون أنها مشروعة وداخلة تحت الجهاد المدني؟ هناك آليات يعني كثيرة. نعم. من هذه الآليات إن تعرض هذه الخدمات أو الخدمات المطلوبة للمقدسيين في بلدهم في شكل مشروعات. نعم. ويطلب من الناس أن يتبنوا المشروعات. هذا ما نفعله في مؤسسة القدس. المؤسسة تجتمع بمجلس أمنائها كل سنة في بلدة من البلدان، وفي ائتلاف الخير كذلك. نعم. وأعتقد أن ائتلاف الخير يدخل في هذا. ائتلاف الخير يدخل في هذا، يساعد. نعم. إنما المؤسسة لها مشروعاتها تعدها، يعني مشروعات يعني تعليمية، إنشاء جامعة معينة في المكان الفلاني، مستشفى، مشروعات يعني صحية، مشروعات بيئية للتشجير، أو يعني مشروعات للدفاع يعني عن المسجد الأقصى وحراسة المسجد الأقصى. نعم. فتطلب تبني المشروع، فهذا أقول أنا تبنى ده هيكلف مليون أو مليون ونص. الإخوة في اليمن يقولوا نحن نتكلم بهذا، الإخوة في قطر نتكلم بهذا، الإخوة في الكويت، يعني كل بلد يتبنى مشروعا من المشروعات. أحيانا طلبنا إنشاء وقف يعني إسلامي. نعم. للقدس، وقفت قطر يعني أنها تعمل عمارة كبيرة ودفعت 10 مليون لمؤسسة القدس، وكثير من البلاد، كل بلد من البلدان، في الجزائر، في البلدان اللي أقمنا فيها الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، تتبنى البلد يعني موضوعا، ونريد عمل وقف كبير، لكن يعني ينفق من ريعه على مشروعات هذه المؤسسة. لكن فضيلة الشيخ، ألا ترون أنه من الممكن في فترة من الفترات أن يرى العلماء أن هذا الجهاد بهذا الشكل هو المشروع، وأن القتال قد رفع تماما؟ لا لا، هذا غير وارد، يعني ربما لارتفاع أسبابه أو دواعيه. لا يعني هذا كما قلنا تخصص. نعم. يعني وبعض الذين يعني يعملون معنا يعني في ميدان آخر بيجاهد، ولكن هنا ليس ميدان الجهاد بالسلاح، إنما احنا في تخصصنا هذا لا ينبغي أن تتنازع التخصصات والأدوار. نعم. فكل واحد له يعني وظيفته وله دوره بحسب المكان وبحسب الزمان وبحسب الحاجة وبحسب السياسة الشرعية. نعم. السياسة الشرعية تقتضي إن هذا غير هذا. لكن هذا الجهاد بهذا النوع أو بهذا المسمى وبتلك الأصناف والأليات قد يتصادم مع فتاوى بعض أهل العلم، يعني الذين يدعون مثلا ببدعية ما يدعم هذا، كموضوع المظاهرات مثلا. يعني موضوع المظاهرات هذا قد يعد من، يعني هل يدخل في الجهاد المدني؟ يعني ممكن يدخل في الجهاد المدني إذا أردنا يعني إيقاظ الأمة لقضية من القضايا، أو يحصل عدوان مثلا على القدس، أو الإسرائيليين يريدون أن يعملوا عملا ضد القدس، ونحتاج إلى يعني تحريك الأمة كلها، يعني قد يدخل في لكن كيف في هذا الأمر، كيف تتحرك الأمة وكيف تخرج الأمة؟ وهناك من يقول أن هذه المظاهرات يعني فيها ما فيها من البدعة لأننا نقلد الغرب. هذا يعني قول عالم أو اثنين لا يمكن أن يؤثر على آلاف العلماء في الأمة يعني يعارضون هذا، وهؤلاء قالوا هذا الكلام، ومع هذا حين عند الرسوم المتحركة تحركت المظاهرات السلمية في أنحاء العالم. نعم. وحينما في غزوة
غزة في العدوان على غزة دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المسلمين في أنحاء العالم إلى أن يخصصوا يوما حددناه في ذلك الوقت أن يكون يوم الغضب على المحتلين وعلى المعتدين، واستجابت الأمة الإسلامية لنداء الاتحاد العالمي وقامت بما قامت به في هذا اليوم. وجود يعني بعض الناس لا يمكن أن يكون مؤثرا على مجموع الأمة. نعم فضيلة الشيخ، هل تعتقدون أن الجهاد المدني خاص بالشعوب والأفراد أم أن الدولة كذلك لها في هذا الدور؟ هو هذه المؤسسات هي مؤسسات شعبية يعني، ولذلك تقوم بهذه الأدوار، على أن الدولة لو دخلت في مثل هذا وتبنت بعض الجهاد المدني لا حرج عليها، إنما الأصل في هذه المؤسسات أنها مؤسسات يعني شعبية أهلية مدنية، ودام هي مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني فلا غروة أن تعنى بالجهاد المدني. نعم. إذن الآن دعونا يعني نتحدث عن موضوع وأبدأ الحديث فيه باستفسار، وهو دور المرأة في الجهاد، هل يعد من الجهاد المدني؟ أو فضلتك دعنا نتحدث من البداية، هل للمرأة أن تجاهد؟ نعم، المرأة لها أن تجاهد، بمعنى الجهاد العام مطلوب من الرجال والنساء جميعا. نعم. حينما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا خطاب للرجال أم للرجال والنساء؟ لا شك أن هذا خطاب للرجال والنساء جميعا كغيره من خطابات، وطلب من المسلم يعني عدة أشياء عدة شعب. الشعبة الأولى هي الذي تحدد علاقته بالله تبارك وتعالى، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. والشعبة الثانية تحدد علاقته بالمجتمع، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والشعبة الثالثة تحدد علاقته بأعداء الأمة وأعداء الله اللي هي وجاهلوا في الله حق جهادي. فهذه الشعب الثلاثة مطلوبة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. ولكن كل واحد يطلب منه على قدر استطاعته. أنا مطلوب مني أن أجاهد، ولكن على قدر استطاعتي، على قدر سني وشيخوختي وإمكاناتي. والشاب مطلوب منه غير ما يطلب من الإيه من الشيخ، والمثقف مطلوب منه غير ما يطلب من الأمي، والمهندس يطلب منه يعني في الجيش ما ليس مطلوبا من، والطبيب يطلب، كل واحد مطلوب منه يعني عمل على قدر إمكاناته وتخصصه وما يملك من مواهب ومن قوى. لكن فضلت الشيخ يعني أنتم ونحن كنا نتحدث عن موضوع المرأة وقدرات المرأة وإمكانيات المرأة والطبيعة الخلقية التي خلقها الله عز وجل عليها، يعني في موضوع توليها للمناصب استثنيتم بعض الحالات التي تكون فيه المرأة، فهل طبيعة المرأة تتماشى مع ما يتطلبه الجهاد؟ هو الأصل إن المرأة تشارك في الجهاد بما تقدر عليه. ما تقدر عليه إنها كان النساء حتى عند الجاهليين. نعم. كانوا يصحبون النساء معهم في الحرب كما صحبوهم في أحد. نعم. مهمتهم إيه؟ التحريض، الأناشيد المحرضة، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير غامق زود المولي طالق، يعني نساء المشركين كانوا ينشدوا أناشيد تحرضهم على المسلمين، ونساء المؤمنين كانوا معهم أيضا، وكنا قمنا بدور مهم في إسعاف الجرحى وفي خدمة المرضى، وكان بعض النساء مثل رفيدة في بعض الغزوات نصبت خيمة لتمريض الجرحى وهي أول ممرضة في الإسلام. ولما أصيب سعد بن معاذ راح يتعالج عند
عندها، وكان النساء يسقين العطش، حتى كان السيدة عائشة ومعها بعض أمهات المؤمنين وبعض نساء الصحابة يملأن القرب ويفرغنها في أفواه المقاتلين. فعمل النساء في هذا الجانب جانب خدمة المقاتلين. ومع هذا وجد في غزوة أحد نفسها من النساء من قاتلت، نعم. يعني وجدت نسيبة بنت كعبة وأم عمارة قبل أن تدخل نسيبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وجدتها تقاتل، ودعا لها ولأهلها ولأولادها. فعند اللزوم ممكن المرأة تحمل السلاح. فضيلة الشيخ، لكن البعض ربما يعترض ويقول بأن موقف السيدة رفيدة رضي الله عنها وأرضاها وتطبيبها لسعد بن معاذ، وفي حالة التطبيب هنا سيكون فيها نوع من أنواع المماسة ونوع من أنواع المس للجسم أو الجرح أو الإصابة، هل في هذا نوع من أنواع الاختلاط؟ يا أخي الرسول أجاز هذا، أنت هتعتبر أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا الرسول أجاز هذا، يعني المرأة تقوم بهذا؟ عايزين أنتم جايين يا متشددين، لست أنا تمنعون هذا بمحاكات لفظية؟ هذا ما أجازه الإسلام، نعم. إن المرأة لها دورها، المرأة تسيب يعني ابنها وزوجها وأبوها يقاتل ويتجرح وهي ما تقومش حتى بإسعاف الجريح، بتضمين الجرح، بلم يعني ما المعركة تحتاج الأمة كلها، نعم. تجند للوقوف في المعركة، فتقوم المرأة بما عليها، حتى إنها لو احتاج الأمر إلى أن تقاتل تقاتل. وفي غزوة الخندق يعني صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم الزبير ابن العوام، نعم. قتلت يعني أحد اليهود جاء يتلصص ناحية الحريم وناحية المسلمين، فضربته بالفسطاط خيمة فقتلته. يعني أود أن أقف عند هذا الحديث أو هذا الأثر، لأن البعض يقول بأنه كان بجوار هذا الحصن الذي كان فيه النساء كان حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يعني رفض أن يقوم بحماية النساء أو ما إلى ذلك، فهل لكم تعليق على هذا؟ نعم، لم يثبت. أود أن أستمع إلى هذا التعليق، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله.